يا مساء الانوار، اهلا بكم في اولى حلقات برنامجكم الطيب مع آلة هاشم. آلة هاشم هي فرقه انشاد. انا حقيقي جدا ببقى سعيد وانا معاهم وبسمعهم، وقلت مش عايز اسمعهم لوحدي، تعالوا كلنا نسمع آلة هاشم هم بيقولوا ايه. نتعرف عليهم الاول. ازيك يا استاذ علي؟ سيد هاشم الوالد، اهلا وسهلا. الله يخليك. محمد هاشم. عمرو هاشم والصغير، اهلا بيكم. بعد ما تعرفنا عليهم بطريقه سريعه جدا، ولسه هنشوف النشأة وهم ازاي كونوا الفرقه وازاي بيغنوا مع بعض وعاملين هامينج مع بعض، تعالوا نشوف اول كليب معانا بهلال رمضان. بهلال رمضان الكون فرحان، والكل هنا وعلى الصيام. شهر الإحسان بالخير مليان، والكل هيقرأ قرآن. بهلال رمضان الكون فرحان، والكل هنا وعلى الصيام. شهر الإحسان بالخير ده شهر كريم وبنستناه للسنة للسنة، نحلم بلقاه. بهلتهل الفرحة معاه، والقدر دي بركة أيامه. وشهر الخير وثوابه كبير، فين عمر الصيام وفين وإياه. والكل خاشع الصلاة. أيام رمضان بتعلمنا إزاي نتحكم في كلامنا، ما نسيبش لساننا يطول منا ونضيع يومنا بكلامه. أيام رمضان رحمة وغفران، والكل بيسهر لياليها. أيام رمضان أجمل أيام. بعد ما شفنا الكليب، ويا رب يكون عجبكم جدا، وانا استمتعت حقيقي وانا بشوفه. وعايز اقول للاستاذ سيد، ازاي جات لك فكره الكليب ده؟ اولا انا بشكر حضرتك استاذ علي، ومبسوط جدا بالبرنامج وفكرته، وسعيد ان انا اكون معاك على مدار 5 حلقات في رمضان.
والاول بقول للناس، الناس كلها والساده المشاهدين والوطن العربي، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلينا وعلى الامه الاسلاميه والعربيه كلها يا رب. فكره الكليب جات لي لما الاستاذ ابراهيم سعده الله يبارك في عمره يعني كتب كلمات بهلال رمضان ولحنها المطرب الجميل محمد سليم، تمام، وغنيناها انا وعمرو من حوالي 8 سنين، غنيناها لوحدينا 8 سنين يا استاذ سيد. بس عمرو محمد ما كانش معانا ولا ياسين، بس انا حاسس اللي هي تصويرها جديد شويه. ده حدثناها احنا غنيناها في الاول، وبعد كده لما محمد دخل معانا في الموضوع انا حبيت احدثها واعملها بشكل جديد وتوزيع جديد، قصة تانية خالص. بس اللوكيشن كان ريل قوي، كان طبيعي قوي، يعني مين اللي اختار اللوكيشن وزوايا الكاميرا وطلع بالبهجة دي كلها؟ والله استاذ علي انت بتسأل اسئلة في الصميم. انا اللوكيشن ده انا قعدت رمضان اللي فات، قعدت اول 3 ايام فيه يعني، كانوا حر جدا. اللوكيشن ده معمول في اسطح احد العماير عندنا استاذ كمال، جميل جدا العريان، جدا في الدور ال 13. انا كنت بطلع اشرف على العمال وهم بينظفوا. جبت يعني انا اللي فرشت كل ده، وانا اللي عملت اللوكيشن ده، لان السكريبت بتاع الكليب كان في دماغي لانه من اخراجي. تمام. فعملت اللوكيشن دوت، والحمد لله رب العالمين ان انا فنان كبير زي حضرتك بيقول ربنا عليه يخليك. ربنا يخليك وبيقول عليه حلو. دي شهاده، ده حقيقي والله، ده حقيقي، وكل الناس اللي شافته قالت كده على فكره، شهاده يعني بجد انا بعتز بيها، ويا رب يكون اراء الساده المشاهدين كده. تعالى ما نتكلمش كتير النهارده، وتعالى نقول لجمهورنا وجمهورك والناس اللي حابه النوع ده من الفن، تعالى نقول لهم حاجه تاني. نقول قمر. يا ريت. ماشي. قمر طبعا هي من تراث. ايوه. وقمر اول اغنيه عمرو حبها. أيوة. وغناها وهو صغير. وجميل سن النبي وجميل، ولا ظل له بل كان نورا، الله الله، تلالى الشمس منه والبدورا، الله الله، ولا ظل له بل كان نورا، تلالى الشمس منه والبدورا، الله الله، لم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، وكل الكون أنار بنور طه. قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل
الله الله، تسلم يا عمرو، تسلم يا استاذ سيد، وتسلم يا محمد، تسلم يا قمر يا صغير انت. انا حقيقي سعيد جدا جدا جدا، والمشاهدين اكيد سعداء جدا اللي هم بيشوفوا عيله زيكم بتدينا طاقه ايجابيه، وبتفكرنا بالتراث، بتفكرنا بالدين، وبتنشد من منطقه انسانيه عاليه جدا. احنا بس اتعرفنا على حضرتك في الاول، وبعدين عايزين نعرف القمر الصغير ده بقى ايه، ايه اسمك ايه وسنه كام؟ انا اسمي محمد هاشم، عمري 13 سنه وفي اولى اعدادي. محمد، مين مين اللي لفت نظرك اللي انت موهوب، ولا انت اتعرفت على موهبتك لنفسك، ولا باباك هو اللي عمل كده؟ كلمني عن التجربه. لا، هو الحكايه ان عمرو بابا كانوا في نقابه الانشاد. تمام. ففي يوم كانوا بيعملوا بروفه، فدخلت معاهم، فبابا عجبه صوتي فخدوا معايا تاني يوم على طول نقابه الانشاد. بابا عجبه صوتك والناس قالوا ايه؟ الناس اكيد عجبوه عشان انت صوتك مميز وحساس قوي. تمام. نتعرف على الصغير، اسمك ايه؟ ياسين. ياسين، انت شكلك اصلا شقي جدا جدا جدا، وبس قول لنا برضو التجربه بتاعتك عامله ازاي، يعني تجربتك في الانشاء مع بعض. اللي شجعوني على الغنى، ايوه، هو اول حاجه بابايا، ايوه، واخويا. اخوك مين فيهم؟ عمرو. عمرو، تمام. شجعوني على الغنى اللي انا اغني اصلا. انت فاكر اول حاجه قلتها قدام بابا وقدام عمرو؟ قلت له انت حلوه قوي، انت ازاي بتقول كده؟ فاكر ولا لا؟ مش فاكر. كانت تولين سمعنا كده محمد نبينا. محمد نبينا بنوره وادينا، من مكة حبيبي نوره سطع المدينة، من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي مدله وماشي مش فعله في مماته. الله الله الله، القمر دوت شاي قوي، شاي قوي يا استاذ سيد جدا. انا بس عايز بس عسوله عسوله قوي. هو ياسين جميل الحمد لله، انا ربنا يعني كرمني بولادي، هما جمال وحلوين وهاديين والدنيا حلوه. بس ياسين بيحب الشقاوه شويه. طيب انا بس هاخد منك الكلام واروح لعمر عشان عايزين نتعرف عليه عن قرب. عمرو، انت في سنه كام وعندك كام سنه؟ انا 19 سنه، انا في اولى جامعه. طيب يا سيدي، ده حلو قوي قوي قوي، حلو قوي الانشاد لما يكون بيدرس بتدرسه، وحلو قوي لما يكون بتدرس كمان. بتدرس ايه يا عمرو؟ انا بدرس نظم ومعلومات اداريه، اداره الاعمال. مين يا عمرو اللي شاور على موهبتك، انت ولا بابا؟ هو الموضوع كان مشترك. تمام. لكن اللي لفت نظر الموضوع هو انا لفت نظر بابا. تمام، حلو ده، حلو ده، حلو ده قوي. ان هو اصلا كان بيحب ابتهال نصر الدين طوار، مولانا الشيخ، مولانا طبعا طبعا طبعا. وكان بيغنيه كتير في البيت. طبعا. فانا لفت نظره، لا اقدم ولا اعمل، انا حوشت من مصروفي وحوشت من البتاع، ولا خد اقدم في المسابقه الفنيه. حلو. فهو لما الموضوع راح لنقابه الانشاد وبدات الدراسه، كان بيحفظ اغنيه، اول اغنيه غنيناها في حياتنا كانت نور رسول الله. تمام. فكان في حته معانا كنا لسه بادئين، فبقول له يا بابا لا قولها كده، وبقولها له، قال لي ايه ده، لا انت لازم تيجي معايا اسمعك الشيوخ. تمام. ومن هنا يعني بدات القصه. اجازوك يعني، قالوا كويس. انا رحت سمعت، بس عايز اسمع يعني، عايز يعني اقول حاجه، هما لما سمعوك وسمعوا باباك، هما كانوا متنبئين لك بايه ومتنبئين لبابا بايه، صح كده؟ لا انا هرفع بقى الحرج عن عمرو في الموضوع ده. ايوه هو الاول انا لما سمعت صوت عمرو يعني انا بجد اقسم بالله استاذ علي ده حصل فعلا. ايوه. انا حسيت ان جسمي اشعر. تمام. لان كان عنده احساسه عالي جدا بالكلام. تمام تمام. وكان بيقول حاجه جميله فيها صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حسيته قوي. انا شايف ان عمرو سمارت قوي، بيفكر ذكي قوي. واعتقد كده من رؤيتي ليه، اللي هو هيطور معاك الفرقه. انت فاهمني؟ مش بس كده، مش بس كده، انا جاي لحضرتك الكلام ده فعلا، ده حصل. تمام. ودلوقتي اللي بيقود الفرقه فنيا مش انا. تمام تمام. عمرو، لا لا لا، انا بقود الفرقه دلوقتي اداريا فقط. طيب احنا هنرفع الحرج عن الكلام دوت ونسمع حاجه.
محمد هيسمعنا لما بقينا في الحرب. تمام يلا نعمل كده يا محمد. لما بقينا في الحرم كل اللي من حاجة حرام قالها لربه وكلمه وارتاح من الآه والألم. سيدنا النبي كان وسطنا طبطب علينا كلنا ومسح دموع المشتاقين. سمع الشكاوي مننا ودعينا قولنا يا رحيم امام حبيبك الكريم تقف معانا في اللي جاي واغفر لنا شر القديم وقف لنا ولاد الحلال وارزقنا بالرزق الحلال. كان الاذان هو الجواب وكانه كان من صلبنا الله اكبر من الجميع. امشي في طريقه لن تضيع فليته كان دايما عليه اتحامى في عطف البديع. بجد بجد عندك مشاعر وعندك احساس عالي جدا وبتغني من جوه قوي من مشاعرك من جوه قوي او ده واضح كمان. طبعا احنا يا استاذ سيد عايزين نقول ايه بقى, يعني احنا سمعنا الولاد عايزين نشوف بقى الاب بيعمل ايه لما بيعمل ايه. قولي 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 احنا انت ممكن تقول اسمك في قلبي. اسمك في قلبي. اسمك في قلبي تمام. تأليفي والحاني. الله طب كويس قوي. هنتكلم عن التأليف والالحان وحاجات تانية كتير بعد ما نسمعك. اتفضل. اسمك في قلبي اسمك في قلبي يا رسول الله يا حبيب الله يا صاحب الخلق العظيم يا صادق يا أمين يا رسول الله يا حبيب الله. انا بس عايز اقول حاجه ان 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 احنا بنواجه غلاء. يعني ازاي بيبقى حضرتك يعني هنروح في فكره ازاي بتلحن ازاي بتكتب ازاي بتوزع وده عمرو هيكلمنا عليه, بس ازاي كمان بتنتجه؟ مين اللي بينتج لك؟ انت كنت في نقطه اشتغل عليه فعلا يعني وجعنا كلنا بصراحه. ايوه اولا احنا للاسف الشديد للاسف الشديد المنتجين اتجاهاتهم كلها بقت ناحيه الحاجات التانيه اللي هي ما فيهاش اي اهداف مع احترامي لكل اللي هم بيقدموه على دماغي من فوق, لكن انا بتكلم كلام يعني بجد وبصراحه ما فيش حد بينتج دلوقتي للكلام الهادف. تمام. ما فيش حد بينتج. تمام. خلاص كل الناس وقفت بتتفرج على اللي يجيب اللي يجيب لها اللي عايز يصرف جنيه عايز يجي له اكتر منه. تمام. فما فيش حد بينتج, احنا اللي بننتج احنا اللي بنصرف. عايز اقول حاجه انا يعني انا عارف بس انا عايز اقول حاجه ليه يا استاذ سيد اخترت النوع ده من الغنى وما استسهلتش وما عملتش تكنو وما عملتش اغاني شعبي وما عملتش اغاني سريعه وما عملتش اغاني تشبه الحياه اللي احنا, انت ليه في حته لوحدك؟ وهل شايف ان المنطقه دي مهمه؟ بص يا استاذ انا في الاول موضوع الانشاد والفن اصلا ما كانش في دماغي خالص. انا ربنا كرمني بابن اسمه عمرو هاشم. تمام. وابنه كانت حلوه قوي. تمام. وهو اللي سبب في كل اللي احنا فيه دلوقتي. تمام. عمرو. تمام. لان انا كنت بقول دايما اتهال في البيت وانا قاعد كنت بقول يا رب, ما كنتش حافظ غير الكلمه دي. تمام. كنت دايما اقولها في البيت. تمام. فجي في يوم قال لي بابا سجلها لي انا عايز. يا ابني طب تسمعها من الشيخ مولانا شيخ نصر الدين تبار افضل طبعا. قال لي معلش يا بابا انا هسجلها بصوتك. فسجلتها له. تمام. فلما سمعتها منه حسيت ان هي كويسه. نزلت مسابقه في التلفزيون
وفر مصروفه اللي كان بياخده وقال لي مصروفي اهوت واقدم في المسابقه. وقدمت في المسابقه والحمد لله ربنا كرمني، وهو برده اللي شاف المسابقه بتاعه النقابه وقدمت فيها، يعني هو سبب في كل الطريق اللي احنا فيه ده. فلما دخلت انا دخلت انشاد ديني والحمد لله مكمل في الانشاد الديني، ولكن محمد وعمر الحمد لله بقالهم دلوقتي اكتر من 7 سنين أو 7 سنين ونص في دار الاوبرا بيغنوا اغاني تراثيه واغاني عاديه. انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني عايز اقول يعني انت جاوبت تمام، جاوبت تمام، بس ليه انت يعني طول الوقت حاطط نفسك في الحته ديت، ويعني الزغلله بتاعت النجاح السريع والفلوس الكتيره والنجوميه الكتيره والاسبوتات والاضاءات والسفر والحاجات للناس الثانيه اللي بيغنوا شعبي وبيغني بيغني اغاني يعني كلام اي كلام بيتغنى، ليه ده ما طمعكش ان انت يعني تغني بقى وتشتغل وانتوا اصواتكم كويسه، فليه ما نشتغلش كده ونعمل قرشين؟ طب ليه ما قلتش ان انا هشتغل كده واعمل قرشين واصرف على الانشاد، ولا ايه 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 الدماغ يعني؟ والله كل اللي حضرتك كله ده ضرب في دماغي. تمام. بس برضك لقيت نفسي انا ولادي ما بنعرفش نقول غير الحاجه اللي هي في الصميم، الحاجه اللي هي تضيف 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 لكل اي حد، تضيف لكل من يسمع. تمام. معايا؟ فعمرو بيغني اغاني عاديه، بيغني الاستاذ عمرو دياب وبيغني لتامر عاشور وبيغني رامي صبري بيغني كمان في بعض الاغاني الاستاذ رضا البحراوي بيغنيها. تمام. فعادي هو بيغني، بيغني اغاني عاديه. انا غنيت دار يا دار، غنيت ست الحبايب لوالدتي، غنيت دار يا دار لوالدي الله يرحمه. تمام. عملت اغنيه اسمها وحشني. تمام. دي اغنيه عاديه خالص. تمام. دي لابويا الله يرحمه. الله يرحمه. يعني بنقول، بس بنقول الحاجات اللي احنا يا استاذ علي حاسينها، الحاجات اللي احنا يعني لما حد يتفرج عليها ما بنبقاش قاعدين مكسوفين، بعدين مبسوطين. طيب احنا برضو مش عايزين نخش في يعني انا مبسوط طبعا من اللقاء ده ومن ان احنا عايشين ومبسوطين وناسين الاضاءه والكاميرات وحاجات كده اهوت، ويا رب ده احساسنا بالحب ده يوصل للناس اللي بيشوفونا ويوصل ان احنا بنعمل حاجه مهمه ويتفرجوا عليها ويتبسطوا. طب ما تيجي نقول حاجه. انا معامل هقول حاجه بس انا عايز اقول لك حاجه. اتفضل. استاذ واصل عشان احنا هنا في البرنامج اسمه الطيب مع قلة هشام. حضرتك اضافه استاذ علي، ربنا يخليك. انا مبسوط جدا ان انا معاك. احنا مش عايزين بقى ايه نقول الكلام ده، احنا عايزينه يتحس اكتر من الاواله. يعني ايه؟ يعني احنا تمام حلوين قوي. اتمنى بس الطاقه الايجابيه اللي احنا عاملينها دي توصل للناس. انا بجد نفسي توصل، بس برضه توصل واحنا بنقول وبنسمع. مش كده يا عم سيد؟ سمعونا بقى. حاضر يا استاذ علي، اتفضل يا عم. بسم الله. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السما مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد والقلب سما نحو السما مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب ليتك دوما قريب. الله بجد انا طبعا غير اللي انا مبسوط جدا وعندي النهارده ليله الرؤيه، ليله رؤيه رمضان. كل سنه طيبين. طيب يا رب رمضان يجي سعيد على كل الدنيا يا رب، على كل الدنيا على اسامي كل الدنيا يا رب، ويكفينا يا رب شر الامراض اللي بتحاصرنا وشر الحروب وشر المجاعات.
يا رب نبقى في حته كويسه، العالم كله يبقى في حته كويسه يا رب. احسن يا رب بس ونرجع ما قبل كوفيد يعني يا رب. تاني ونرجع تاني مفيش قلق في الحياه، مفيش قلق خالص، ونعمل الدنيا كده ببساطه زي ما كنا. ده اللي بتمناه، وتعالى نتمنى لكل الدنيا كلنا بنتمنى يا استاذ علي. وانا سعيد جدا كنت معاك النهارده. تمام. وعايز اقول لحضرتك بس توضيحا، احنا كمان بنغني وطني. تمام. وانا ما تنساش يا استاذ سيد ان احنا عندنا لسه حلقات، احنا لسه هنفتش. انا مش هسيبك، مش هسيبك، مش هسيبك والله. يعني انا 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 برضو مش عايز ابقى يعني بحجر عليكم، لان انا لو انا بتكلم انتوا بتنشدوا بتغنوا. انا هو اول اللغه كان كلام، وبعد كده بقى غنى. يعني الغنى بيوفر مجهود في المطالقه. اكيد اكيد يا استاذ. تمام. وانت لو عايز تحرك شعوب بتغني، وفي اغاني عالميه بتحركنا نحو الانسانيات والحب والخير والسلام بتغير الاغنيه لما بتغيرش ما مش عايزينها. طب وانا شايف ده، يعني انا حقيقي شايف ده معاكم، شايف ده معاكم جدا، ان انتوا بتحاولوا تغيروا، بتحاولوا تكسروا في الحيطان. وهرد انا معاك جدا 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 ان 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 العمله الجيده بتضر العمله الضعيفه او الرديئه زي ما بيقولوا. لما انا قلت لك ليه 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 ليه, ليه, ليه انت مش بتسعى للفلوس والحاجات، وانا من بكره الصبح هتبقى انت في كل الدنيا، في كل النايت، في كل الحاجات، وطالع مسرح وبتقول وحاجات، وبتروح معرفش مين وبيكرموك، ودي حاجه بتجنن. بس انت اخترت اللون الصعب بس الاسهل للوصول. بالظبط بالظبط. حتى لو احنا يعني خدنا وقت، احنا بقى لنا اكتر من 9 سنين في الميديا. تمام. ما عنديش مشكله خالص. تمام. ومش مستعجل على حاجه، وعارف ان ربنا هيرزقني انا واولادي. تمام. وزي ما قلت لك استاذ علي، عمرو بيغني اغاني عاديه. تمام. هو محمد وياسين. وانا كمان غنيت دريا دار، وغنيت ست الحبايب. تمام. لوالدتي، وغنيت وحشني لابويا الله يرحمه. يعني احنا بنغني، بس بنغني الكلام اللي احنا بنحسه. احنا استاذ علي ما ينفعش نقول حاجه اللي ما نكون حاسينها. تمام. انا لسه هيبقى في الحلقات الجايه هيبقى ليا كلام كتير مع محمد وعمرو. طبعا ده لازم يعترف لي بحاجاته. وده بقى الحدوته الكبيره الصغننه ديت، ده بتاعي انا. بحب اصلا المابت والحاجات والدنيا. طيب يا جماعه، قبل ما نسيب الدنيا ونسيب المكان والمشاهدين اللي ابتدوا، اكيد وانا متاكد لو احنا بنعمل فويد دلوقتي اكيد هم ابتدوا يحبوكوا وبيتعلقوا بكم دلوقتي. والله مبسوط جدا مع العيله ديت، هي عيله طبيعيه جدا، بيغنوا من منطقه حقيقيه جدا، بيجتهدوا بينتجوا بينشدوا بيلحنوا بيكتبوا، بيجمعوا من بعض عشان يقولوا حاجات مهمه ويقدموا لنا منتج كويس. الحلقه النهارده بنتعرف كده قريب يعني، انما لو يوم الجمعة الجاية في نفس الميعاد أكيد هنشوف العيلة دي بشكل مختلف. كل سنة طيبين يا جماعة، ورمضان كريم. كان معكم علي الطيب وآلة هاشم.